Hamr. ايه مزة الحلاوة دي؟ ايه يا احمد؟ انت ازاي قادر تمسك نفسك قدام الحلاوة دي كلها؟ انا عن نفسي مش قادر، بس يا عم دي مكتئبة بتقول مش لاقي حاجة تعملها. يا عم دي بتستهبل. بقولك ايه، فرفشي كده انت بس وما تخافيش. لو اتأخرت اكتر من كده انا همشي، والله العظيم انا مخنوق من الصبح. لا تمشي وتروحي على فين يا قطة؟ ده النهاردة ليلتي وليلتك. والله النهاردة؟ النهاردة دخلتنا حلة، انت نسيتي ولا ايه؟ طب يلا بقى بسرعة عشان مش قادرة. مش قادرة؟ Why are you gay؟ أحمد. أيوة بابا. الساعة كام دلوقتي؟ 4. نعم أمك؟ بابا إيه اللي هيحصل لما أتأخر برا يعني؟ أنا ولد. جرايا يلا. انت قاعد فين يا دلوقتي؟ انت قاعد فين يا انا كنت بذاكر مع اصحابي، وانا كنت بعمل ايه يعني؟ فخص على البطن اللي جابتك يا حاضر يا بابا، تصبح على خير. اقفل النور وروح اوضتك. تعال يلا حاضر يا بابا، تصبح على خير. ابوك عامل معاك اليومين دول؟ عرفني في عيشتي امبارح يا عم، مروح مبسوط وبتاع وقاعد يقول لي ما تيجي يا ابني اتخانق معاه ما سكتلوش. ومين قالك اني بسكت له؟ حاضر يا بابا، تصبح على خير. قلت له ان انا ولد مش بنت. يوم يقول لي انا ماليش دعوه باصحابك، اصحابك دول صيع. لا ده انت ابوك خنيق. طب اسمع دي، من يومين سهران انا وماما واخويا عبد الرحمن قدام التلفزيون، يقول لي ماما ايه بقى، خد العيال حميهم وعشيهم ودخليهم يناموا، ما تفهمش احنا في الزريبه ولا ايه؟ قول له بابا انا كل اصحابي بيسهروا وكده. قلت له ان انا ولد مش بنت. يوم يقول ما تيجي. الراجل معذور برضو، ما انت يمكن كنت مضايقني عليه ولا حاجه. طب اسمع دي، من يومين سهران انا وماما واخويا عبد الرحمن قدام التلفزيون، لا ده انت ابوك خنيق. لقيت لك ده خارج من اوضته وكابت الدنيا كلها على وشه، يقول لي ماما ايه بقى، ما تيجي. قول له بابا انا كل اصحابي بيسهروا. ايوه يعني وانت بتشربها بتحس انك راجل كده وفرحان بنفسك ولا ايه؟ مش الفكره، انا تعودت عليها. يعني ايه تعودت عليها؟ يعني تعودت عليها. خلاص شكرا. ده ايه البيت ده؟ مش قصدي انك تسمع. احمد بلاش استهبال، دي تاني سنه ليك في تانيه. ده ايه البيت ده؟ ثانيه واحده. انت لما سقطت السنه اللي فاتت قلت لي انا هتمرن في البنك اللي بيشتغل فيه خالي عشان لما اتخرج اقدر اشتغل على طول، صح؟ ده ايه البيت ده؟ وقلت لي لما الدراسه تبتدي هذاكر واعمل واسوي. عملت ايه بقى من اللي انت قلت عليه؟ ده ايه البيت ده؟ لا اشتغلت ولا اتدربت. السنه ابتدت وبسرعه هتنتهي، لا بتذاكر ولا بتحضر، وطول الليل والنهار مع حازم وعمر في الشارع. شكرا. ده ايه البيت ده؟ ومين يقول ان في الاجازه اشتغل وفي الدراسه ذاكر؟ انت اللي بتقول. وما دام الموضوع مش في دماغك ليه قلت انك هتشتغل وتذاكر وقلت لي بروميس؟ انا كنت ناوي بجد، بس بعد كده بعد كده ايه؟ شكرا. ده ايه البيت ده؟ ونرسم له الايزومتريك او الشكل الهندسي من الفراغ. شفتك، تعالى. انا بحسك بتعامليه زي ما يكون ابنك، ده مش حب يا بنتي. انا فعلا بحس اني مسؤوله عنه، بحس اني مامته، وبعدين انا بحب اكون مسؤوله عن الشخص اللي معايا مش هو اللي مسؤول عني، فاهمه؟ ده ايه البيت ده؟ اهلا، ممكن العب معاك؟ لا عاوز الكوره. لا ليه بس يا مي؟ ما تسيبي له الكوره بتاعته، ده انت رخمه رخامه. اصلها حلوه قوي. خلاص لما نتجوز باذن الله ابقى اجيب لك واحده بدل الشبكه. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head؟ ده ايه البيت ده؟ يا ابني باص يا ابني والله. تعمل ايه يا ابني؟ اكلينا اهو سموك ويد افري داي. لولا ابو شادي كنا اترفعنا طبعا. ما تيجي ولا يرفعك. اللي انت عايزاه حصل، ممكن اعرف عايزه مني ايه دلوقتي؟ دلوقتي اتكتب كتابنا، عايزين نكسر الحاجز اللي ما بيننا ده، ننسى اللي فات ونبتدي حياتنا من اول وجديد. انسى؟ انسي. انت عملت اللي انت عايزاه، ما تطلبيش مني اكتر من كده. حازم انا ما كانش قصدي اجبرك على حاجه. كفايه يا اختي، الحمد لله. بس اللي انت عايزاه ده تشيليه من دماغك خالص. يا ابني من ساعه ما رجعت البيت وانا جزمه في ورقبتي وانا حدودي اوضتي والحمام وشكرا. وابوك لسه خنيق زي ما هو. والله بيحاول يبقى احسن.
ما شايف عبد الرحمن اخويا اللي ما عادش ولا سنه وكان دايما من الاوائل ومخلص جيش لسه بياخد مصروف زيه زي. طب واخرتها؟ هو يعني لو لقى شغل مرتبه هيكفيه هيقدر يعتمد على نفسه ويفتح بيت هيقولوا عليه صايع برضه. ايه الفرق بقى انه يشتغل ولا ما يشتغلش؟ بس يشتغل. صايع وبيشتغل احسن 100 مره من صايع وما بيشتغل. لا صح. لا جدع.